طيب سؤال آخر. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة لفرد واحد؟ حاضر. طيب حاضر يا أخي. شكرا عمشيخ. حياكم الله. ونسألك الدعاء. الله يسترنا وإياكم. اللهم. هل يجوز إخراج الزكاة لفرد واحد؟ نعم يجوز. نعم يجوز أن تخرج الزكاة لفرد واحد على الراجح. وإن كان الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة لفرد واحد، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء للفقراء، ولذلك قالوا لابد من الجمع، فهم يشترطون أن لا تخرج الزكاة لأقل من ثلاثة، وإن كان الجمع في لغة العرب ما زاد عن اثنين، فهم يشترطون الجمع ويقولون بعدم جواز إخراج الزكاة للفرد الواحد، إلا أنه قد ثبت أن، وهو قول المحققين من علمائنا، أنه يجوز أن تخرج الزكاة لفرد واحد، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أمثلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن.